انت عارف انا كنت فين النهارده؟ كنت فين يا روحي؟ كنت في شركه السياحه، حجزت اسبوع لباريس وروم. وانت ان شاء الله لما يجيلك مزاج تسافري بتسافري كده من غير استئذان؟ يا سلام، انا يعني ممكن اسافر من غير استئذان؟ هنسافر انا وانت مع بعض، واعمل حسابك لكده. ايوه بس الشغل هنا مين هيسيب؟ لا يوسف على خاطري بليز، عايزين نسافر مع بعض، عايزين نتبسط بقى. بليز يا يوسف بليز. حاضر. انا مشكلتي ما بعرفش ارفض لك. لا انت مشكلتك ان انت لازم تسمعني دلوقتي، عشان النهارده وانا قاعده بعمل ابلكيشن قعدت ابص كده على اسمك، حسيت ان اسمك حلو قوي بجد، وقلت ان اسمك ده مش لك لوحدك. دلوقتي انا دلوقتي بقى اسمي حرم يوسف شكري. حسيت ان انا مبسوطه بجد، انا طلعت بحبك قوي. كلامك ده بيبسطني يا غالي. لان انا بموت فيكي مش بحبك. عارفه. يا سلام. اه طب هي دي بقى المفاجاه اللي انت كنت عاملاها لي، حكايه السفر دي. السفر دي حاجه كادو صغنن كده. ده تنازل لجوزي حبيبي بالبازار. اتجننتي؟ مستحيل اعمل حاجه زي كده واخد البازار. طبعا مستحيل. هو بتاع ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اتجننت؟ طبعا ما اتجننتش. ايوه دي فلوسك يا حبيبتي، ما ينفعش تديها لحد كده. مين اي حد؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت جوزي يا يوسف، انت جوزي وحبيبي، كل حاجه ليا في الدنيا دي. وبعدين انت من اول ما احنا بقينا مع بعض وانت بتشتكي لي من نظره العمال ليك والناس حوالينا بيبصوا لك ازاي، وانا بصراحه بيني وبين نفسي كنت فعلا حاسه بالموضوع ده بس مش عايزه اواجهك بيه. فدلوقتي كده احسن ليك وليا، لو سمحت امسك التنازل ده بليز. يوسف ما بصليش كده، انا امنتك على نفسي مش هاملك على فلوسي. في ايه يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ يعني مش عارفه اللي حصل ياما؟ ايه اللي خلاكي تجيبي الراجل اللي جوه ده معاكي؟ وفيها ايه يا جيجي؟ ابوكي جاي يزورك يوم صباحياتك ويطمن على حالك. لا اطمني ياما، الحمد لله كله تمام. والنبي بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ايه الشغل البلدي ده؟ انت مش شايفه انت واقفه فين؟ لا مؤاخذه يا مدام جوجة، من فرحتي بيكي. هو مش جه كاتب الكتاب امبارح وخلصنا؟ ايه هيعملها حلوانه في سلوانه عشان لقى العريس تقيل ومعبي؟ يا بنتي ما تظنيش في كده، ابوكي زي اي اب، جه عشان جوزك ما يقولش عليكي مقطوعه ومالكيش حد. تعرفي هو قال لي ايه في السكه؟ قال لك ايه نبع الحنان والحنيه؟ قال لي يا امل انا قصرت في حقكم قوي، نفسي اخد البت جيجي في حضني واقول لها تسامحني. ودخل عليكي الكلام ده؟ رقعي له ياما رقعي له. انا فاهماه كويس قوي وعارفه هو ناوي على ايه. يا بنتي افهمي بس. لا افهمي انت وفهميه هو كمان، اذا كان عليكي تيجي هنا زي ما انت عايزه واشيلك فوق دماغي، انما هو لا، خليه يوفر على نفسه رتلين البنزين. لا ما ينفعش اقول له كده خالص. خلاص ياما انا اللي هقول له، وسعي بقى. لا ابوس ايديكي، كسر النفس وحش. انا هوصلها له بطريقتي وهو هيفهم. ماشي بس لو عمل غير كده بقى ما تبقيش تزعلي من اللي هعمله. ماشي. حاضر يا حبيبتي. حاضر. مش قلنا خلاص المكان ده ولا وحشك؟ وحشك يعني. الحمد لله على السلامة. يا جماعة ازيك يا كرم عامل ايه؟ الحمد لله يا برنس. تمام بقى يا فندم؟ هو انت مين؟ انا زي ما قال لك ديب وباشا. كلمني عدل. انت مين يا دياب؟ دياب في ايه؟ في اللي جالي سيدي عليه تسجيلات بصوتك، حد بيكلمك وانت بتنفذ له اوامره. اقولك ايه اكتر من كده؟ اوامر خطف وحرق وانت كل اللي نازل عليك تمام يا فندم وحاضر يا فندم. انت مين؟ انت مين؟ اظن مش محتاجه توضيح. اي كلام اي كلام هقوله دلوقتي هيبقى كدب. أنا عمري ما كدبت عليك. يعني عمر؟ عمر اللي عشته معايا ولا العمر اللي عشته بكرة؟ أنت لحد اللحظة دي بتكدب عليا. ما كدبتش عليك. أي كلمة قلتها لك صدق. أي مشاعر ناحيتك أنا قايلها بجد حقيقية. عمري ما كدبت فيها.
اللي فات ده واحد تاني انا معرفوش مات. كنت لازم تقول لي. كانش المفروض تعرفي. كانش المفروض تعرفي. لازم تعرفيه، انت عرفتيه، هو اللي قاعد قدامك دلوقتي يا ميلا. انا من ساعة ما شفتك انت شكيتي فيا لحظة؟ شكيتي فيا يا أمينة؟ أنا زي ما بتقولي المجرم اللي بتتكلمي عنه؟ أي إنسان ممكن يغلط وممكن ظروفه تضطر إنه يكمل في الغلط ده، لكن بيجيله لحظة يفوق يفهم يحس، ممكن تجيله فرصة من عند ربنا تخليه يبدأ من جديد. مشكلة المشكلة أمينة، أمينة أنا من ساعة ما عرفتك وأنا واحد تاني خالص. قولي لي أمينة أنا إيه؟ أحكمي، أحكمي من يوم ما قابلتك. أحكمي أنا إيه من يوم ما قابلتك؟ أحكمي أمينة. أنا ما أقدرش أحكم على حد أنا ما أعرفوش. بقالنا كتير ما جيناش هنا. مش مهم بقالنا قد ايه، المهم ان احنا رجعنا نيجي تاني. بص يا شيماء كده، شايفه البيوت والبني ادمين والعيشه دي كلها، كل ده بيتغير. بيوت بتقع وبيوت بتقوم، ناس بتموت وناس بتتولد، والدنيا زي ما هي. مهما حصل لي او حصل لك، الدنيا واخده في وشها ومكمله. ما هي مش هتقف علينا، عمرها ما وقفت على حد، بس الشطاره بقى انها لما تشد حيلها علينا نقف لها عشان ما تكسرناش. عندك حق. وبعدين انت بالك بقيت نكدي كده من امتى وانت بتتفلسف؟ الفتره اللي فاتت علمتني حاجات كتير قوي يا شيماء. بقول لك ايه، انت اخبار اخوكي وعمك ايه؟ كويسين موجودين يعني؟ طيب عشان انا عايزك تاخدي لي منهم معاد، عشان عايز اجي لكم البيت قريب ان شاء الله. صلاه النبي احسن. طب ما اجيب لكم بالمره طبله ورقاصه وازازتين بيره لزوم المزاج. في ايه يا يوسف؟ انت بتتكلم كده ليه؟ في ان انا بقيت صاحب المكان. ايه؟ خدته من صاحبته بيع وشراء. نعم. اه يا عم ما تتنحليش كده، زي ما سمعت. واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يقول من دلوقتي يا رجاله. عشان اي حاجه بعد كده هيبقى ليها حساب تاني خالص. شغل السنكحه والصرمحه بتاع زمان ده تنسوه خالص. بعد كده غياب الدقيقه هيتحسب بنص يوم، وغياب اليوم بيومين. واللي مش هليعني في وسط راسه وشاف شغله كويس الباب يفوت ست جمال وعجل. ها شحت، هتشوف شغلك ولا تروح تشوف حته تانيه؟ لا اكيد هشوف شغلي طبعا. يلا يا ابني انت قوم 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 يا اخوي، شيل اخوالك يلا قوم، يلا قول لي شوف شغلك، يلا يلا اخوي يلا. قهوه يا ريس. حاضر حاضر. ما تبرطمش يا نادين. لا مش هينفع، امي جت من السفر تعبانه ولازم اقعد معاها. في ايه يا نادين؟ هو انا عشان اتجوزت ارمي امي في الشارع ولا ايه؟ طب امال ايه؟ ما خلاص. طب يلا سلام.
الشاي. تسلم ايديك. هو رامي نام؟ بقول لك يا سماح، صحيح كان في دكتور عايش بره بيقولوا عليه كويس قوي اليومين دول، هو موجود في مصر، ما تيجي نروح له كده ونشوف جهاز ربنا يكرمنا ان شاء الله. ما احنا عارفين اللي فيها يا بنت الحلال، اللي فيها ممكن يتغير، محدش عارف. تعالى احنا بص بس ان شاء الله. مين الهانم اللي كانت بتتعشى معاك ليله المطعم دي؟ انا مين يا سماح؟ الهانم اللي كانت قاعده بتتعشى معاك على الترابيزه وانتهاتك يا ضحك وكركع. انت قصدك على فريده الوكيل؟ ها، الوزيره دي. الوزيره انت مش بتشوفيها في الجرايد ولا ايه؟ وانا من امتى ببص في جرايد دي؟ مين؟ صح، عندك حق. بقول لك يا سماح، الست دي مفيش بيني وبينها غير شغل وبس. احنا عزمناها في المطعم بس عشان كوزيره يعني تعمل لنا منظر مش اكتر. شكل كان في بينكم مصلحه جامده. وخلصت يا سماح؟ وما هي خلصت، تبعت لك سواقها ليه يا راي؟ بقول لك يا سماح، مش عايز كلام في الموضوع ده كتير، انا ايما انام. لا مش هتنام. يعني ايه مش هنام؟ يعني مش هتنام وتسيبني بناري كده؟ رد عليا. سماح، ما تعمليش في نفسك كده، ما تصعباش عليكي وعليا. انت شايف لك شوفه بره يا ميمي؟ عادي يعني، لو شايف لك شوفه بره يبقى حقك. ما هو اصل اي راجل بيتخانق من مراته بيعمل كده. وانا كمان ست يعني، طلعت ست كده وكده، ارض بوري يعني. بس يا سماح، بس ونكديه. بس يا سماح، ايه اللي انت بتريده يا بنت؟ يا بنت من ست الستات، مفيش في الدنيا دي ست زيك ولا تملى عيني. يوسف، ما انت عارف كل حاجة. ايه عرفت ايه دي؟ اهدى اهدى يا صاحبي. عرفت ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم انها عرفت ومحدش بلغها غيره، الزفت الجنرال طبعا. انا كنت متأكد ان في حاجة هتحصل. خلاص يا يوسف، لعب الوساخة بدأ، هيلعب معانا لعبة وساخة وهيبتدي ينكش ورا كل واحد فينا، ودي بدأ بيك. طب والعمل؟ مفيش عمل، لازم نأمن نفسنا. دي الضربة الأولى جت فيا أنا، مش مشكلة خالص، بس مش هيسكت على كده، هيكمل. لازم نأمن نفسنا. يا ميمي تمام، تعالى على المحل لما تيجي أحكي لك. سلام. صباح الخير. هو ده العادي بتاع صباح الخير يعني؟ ماشي. ده اللي مصحيك بدري يا سيكا؟ يا عم بعود نفسي عشان الشغل. ينعل ابو الحريم ودماغه. طب شد كرسي واقعد. اقعد ايه يا عم؟ انتوا شايفيني اساسا؟ يا حبيبتي تعبى نفسك كده على طول؟ تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي، ده بيتك طبعا لازم تتعبي فيه. على فكره بقى، والله كنت لسه في بالي امبارح. وانت كمان والله يا ماما، وعايزه اجي لك من مده لولا انك كنت مسافره. مسافره، بس لما عرفت من يوسف انك جيتي وانك تعبانه شويه قلت لا ما بديهاش بقى، لازم اجي لك على طول. طمنيني يا ماما، الدكتور قال لك ايه؟ الدكتور الدكتور قال لي شويه تعب وارهاق من السفر. معلش، الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. استنى هلبسك الشنطه. رام، انا وانت صحاب مش كده؟ طب انا عايزه اطلب منك طلب صغير قد كده. العيال اللي هنا الوحشين دول اوعى تكرر الكلام اللي قالوه، عشان ده كلام وحش. مش هتقول للماما؟
خلاص؟ خلاص خلاص ولا خلاص كده وكده؟ خلاص خلاص يا ماما. يلا. ازيك يا سماية؟ الحمد لله. يا رب بس ما يكونش تعبك. تعبني؟ ده كملي عليا البيت، ما تأخرهوش عليا والنبي. عقبالك يا حبيبتي. يا رب. إن شاء الله. إحنا مش هينفع نفضل واقفين كده، لازم تاكلي لك لقمة فوق. لا إن شاء الله المرة الجاية. خلاص بقى. بقول لك إيه، أنت تعرفي بيت يوسف فين؟ بيت يوسف هنا، في حاجة؟ آه يعني. عايزة تروحي يعني؟ طب تعالي. ودي أنا أحلى. عينيا يا ست الكل. خلي بالك من عربية الست هانم في عينيك. عشان خاطري يا ماما، احكي لي عن كل حاجة بيحبها يوسف. في أكله، في شربه، في طريقة نومه، في توضيبة هدومه في الدولاب، كل حاجة، كل حاجة. والله أنت بنت حلال يا نانسين. الست اللي تسأل على جوزها كده وتتقص عليه تبقى بنت أصول عايزة تحافظ عليه. بس ما أخبيش عليك يا ماما، في الأول كنت حاسة إن يوسف مبسوط معايا في الجواز، بعد كده مش عارفة إيه اللي حصل، اتغير فجأة. كل الرجالة كده يا حبيبتي، أكيد بس كتر المسؤوليات اللي عليه. يمكن. هقوم أشوف. لا خليكي أنت يا ماما مستريحة، أنا اللي هفتح. ايه ده؟ خالتي. أيوة. تعالي يا حبيبتي. طب بس انا معايا ضيوف. اهلا وسهلا بيهم، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير يا طنط. اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا غاليه مرات يوسف. مراته؟ مراته ده ايه؟ امال انا بقى مين؟ انت نخره مراته يا فرحتك يا خالتي. لهوي. روى يا صاحبي. اللي انت حكيته ده كله حسن طبعا. بس معلش يا ديبو، انت ايه اللي مأكد لك ان الجنرال هو اللي عمل كده؟ جار امين، واحنا اشتغلنا مع حد غيره. طب يعني ليه ما يكونش السن؟ ما اكيد مقير منك عشان طلعته عره قدام الراجل في اخر حاجه طلبها منك. السن ده الكلب بتاعه، ما اقدرش يهز ايديه غير باذن منه. وبعدين امين ايه؟ سن الجنرال ما بقتش فارقه خلاص. امين راحت يا صاحبي. كل حاجه راحت. كل حاجة في الدنيا اتمنيتها حصلت لي، بس زي الطير نحطه قدامك ويركز ويطمن لك وفجأة طلع في الهواء تلاقيه طار. طار يا صاحبي. مفيش حاجة طارت، بس انت حاول تاني واسمع الكلام. ماشي يا ميمي، هحاول تاني واجرب. بس هحاول في ايه؟ في الفلوس ولا في السفر ولا في امينه ولا في ايه بالظبط؟ اعمل حاجه، ما تعملش زي سماح، ما تقفلش الباب عليك وتيأس. سماح فاكر لما بتعمل كده ان هي تحزن نفسها بالعافيه. بتعمل كده عشان تصعب عليا. معني يا دياب لو انا اللي اتكلمت هصعب على الدنيا كلها. نفسك في العيال يا ميمي؟ نفسي في العيال. انت اللي بتسأل يا دياب. انت اكتر واحد في الدنيا عارف اللي جوايا وعارف ان نفسي في العيال. قوم يا صاحبي، قوم ما تضيعش كل حاجه منك، قوم وحاول تاني وكلمها. قوم. حاضر يا ميمي، احاول تاني. انت بتقولي ايه؟ انت كدابه. على فكره انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوليه ده. وليه ما تكونيش انت الكدابه؟ عشان متاكده ان يوسف مستحيل يعرف واحده عليا، مش يتجوز عليا. يوسف متجوزني بقاله شهر، واصحابه ديب والرايق شهدوا على الجواز كمان. انت مين يا ست انت؟ انا عايزه اعرف انت مين. بس يا دي حتي غاليه هاني بنت الشيمي باشا اللي يوسف بيشتغل عنده. اه قولي كده بقى. انت فاكره ان انت هتشتريه بفلوسك؟ هتقدري تستغليه وتعملي عليه كماشه انت وابوكي وتستغلوا فقره؟ لا يا حبيبتي، ده بعدكم انا موجوده وانا واقفه جنبه وهكبره وهيكبر المطعم وهيبقى اغنى منكم كمان. فلوس ايه وجنان ايه اللي بتتكلمي عليه ده؟ يوسف يا حلوه لما اتجوزني ما كانش بيفكر في فلوس. يوسف اتجوزني عشان بيحبني ومبسوط معايا ومرتاح. ولو حصل يعني واتجوزك زي ما انت بتقولي يبقى اكيد في حاجه كبيره قوي هي اللي خليته يعمل حاجه زي دي. لعلمك بقى مفيش حد ادى ليوسف اللي انا اديته له. ولعلمك بقى استحالة يسيبني ويروح يتجوز واحدة تانية. وعلى فكرة بقى أنا مش مصدقاكي خالص. هي دي الحقيقة، صدقيها وعيشيها.
ورغم ان انا مش مصدقه ولا كلمه اللي انت بتقوليها دي، لكن برضو لو دي الحقيقه انا بطلب منك حاجه واحده بس، ابعدي عنه. سيبي خليه هو يختار وخليه هو اللي يفكر. عارفه ليه؟ عشان متاكده ان يوسف حتى لو سابني وراح لوحده تانية مش هياخدك انت، عشان العيب فيك انت مش في حد تاني. انت قلت لا لا بالراحه كده. بقول لك ايه يا خالتي، كلمي لنا يوسف بقى وشوف الليله دي فيها ايه. انا لازم نفتحوا بعض. انا مش مصدقه اللي انا بشوفه ده، مش مصدقه. يا ابني يا ابني الزبون يقوم، الترابيزه تتنضف والحاجه تتشال وقتي. راحوا ربنا في اكل عيشكم بقى، في ايه؟ ايوه الو هدي. ايوه يا يوسف هدي. الو ايوه يا يوسف، انا نادين. نادين انت فين يا نادين؟ انا عند مامتك في البيت، وفي واحده مجنونه بتقول انها مراتك. واحده مين دي؟ بنت الشيمي اللي انت بتشتغل عنه. غاليه؟ ايوه غاليه يوسف، هي غاليه. رد عليا قولي انها مجنونه، قولي انها كدابه. صح؟ انت مش متجوزها صح؟ هات التليفون ده. قولي انها بس بتقول كده بس عشان عايزه تضحك عليك، يعني عايزه تستغلك، يعني عايزه تضحك عليك بفلوسها صح؟ رد عليا يا يوسف، قولي انها مجنونه. رد عليا يا يوسف. طب اديها يا اختي تكلمه. رد على مراته برضه. رد عليا عشان خاطري، عشان خاطري يا يوسف. رد عليا، رد عليا يا يوسف، رد عليا يا يوسف، رد عليا. بس يا حبيبتي بس 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 اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي. ايوه يوسف اهدي. انا مستنياك في البيت. منك لله منك لله. بس يا حبيبتي تعالي يا عم، تعالي تعالي تعالي. بس سعادتك برضو يعني ما كانش المفروض انها تنشر، انما هنعمل ايه؟ هي اللي جابته لنفسها. عارف سعادتك، احنا لما روحنا رئيس التحرير اللي كانت شغاله معاه اكتشفنا ان الراجل كان رافض النشر من الاساس، مش عايز يجيب لنفسه مشاكل، وده السبب اللي خلاها تسيب الجورنال. انا اسلوبها جذاب والموضوع لطيف، يستاهل النشر. يعني سعادتك نلغي ولا؟ هل الموضوع يستاهل التضحية؟ في عمل في الدنيا يستاهل ان الانسان يضحي بنفسه عشانه؟ يمكن لو كان الموضوع ده اتنشر وتعمل له البروباجندا المناسبة كان يبقى للتضحية قيمة، كانت تبقى بطل. للأسف مفيش حد هيعرف يضحي بنفسه ليه. هو سعادتك متضايق لها يعني؟ قيمة الإنسان بتتحدد بقيمة الهدف اللي بيضحي عشانه. لازم يبقى الإنسان عنده طموح. على الله هي بقى لها قيمة بعد موتها. أتمنى. ما بحبش الخيانة، ما ظنش في حد في الدنيا دي بيحبها، لا كويس ولا وحش. بتوجع. قابلت رجالة كتير قوي قبل كده، عمري ما حبيت ولا واحد منهم. كنت بدور في كل واحد منهم على حاجة أنا محتاجاها، بس عمري ما لقيتها. للأسف لقيتها فيك انت بس. او يمكن اتهيأ لي ان لقيتها فيك انت بس. لحد ما قابلت اللي اسمها نادين دي. انتي سمعتي منها، ممكن تسمعي مني انا كمان.
انت ما سالتيش نفسك انا ممكن اكون عملت كده ليه؟ سالت نفسي كتير قوي، مليون مره، ما لقيتش رد يا يوسف. حتى لو رد موجود مش هيكون عندك انت، عشان انت هتكدب تاني، وانا مش قادره اسمع منك ولا نص كلمه. انت اصلا ما سالتنيش عشان اكدب عليكي. عايزني اسالك ايه؟ في واحده بتحب واحد وعايزه تتجوزه، هتروح تساله انت متجوز ولا لا؟ الحاجه دي لو موجوده يبقى هو لازم يقول. خبيت عليا ليه؟ كنت مستني ايه عشان تقول لي؟ لا وايه؟ في نفس الوقت بتقول لي بحبك وبتعاشمني بدنيا حلوه جدا وانت نايم في حضن واحده تانيه يا يوسف. انت عارف دي بتوجع قد ايه؟ ممكن تقولي انت عملت كده ليه؟ انا هقولك. مش عايزه اسمع. عارف ليه؟ عشان انت نسخه من سعيد. بس انا نسخ. حاسبي على كلامك يا غاليه. حاضر. حاسب على كلامي. هسمعك كويس قوي يا يوسف. زي ما كنت بسمعك من اول ما عرفتك لغايه دلوقتي. بسمعك وانا مبسوطه. بسمعك وانا مرتاحه. وبمزاجي. عشان كده انت دلوقتي انت اللي هتسمعني غصب عنك. طلقني يوسف. اطلقك ده ايه يا غالي؟ طب على الاقل اديني فرصه عشان ادافع عن نفسي، عشان اتكلم، عشان اشرح لك. بعد كده هبقى اسمعك زي ما انت عايز، وهترجع لي بازار كمان. بازار؟ هو ايه اللي دخل الشغل والبازار في كلامنا دلوقتي يا غالي؟ حاجتي وعايزاها. ايه؟ عيب؟ يعني انت دلوقتي بتحطي لي شرط عشان تسمعيني وتفهميني اني ارجع لك البصر؟ يبقى اخبطي راسك في الحيط، او اعلى ما في خيلك اركبيه، او روحي اشربي من البحر، او التلاته مع بعض لو تحبي. ويكون في علمك الهيلمان الحلو اللي انت عايشه فيه ده كله عايزك تنسيه، لان انا هاخدك وهحطك في اوسخ اوضه عندنا في الحاره، واخليكي تكنسي وتمسحي وتغسلي ومش هطلق، وهبقى اجيلك في الاوضه دي لما يبقى يجيلي مزاج. يا وسخ يا زميله، انا عارفه انت اتجوزتني عشان فلوسي، عشان فلوس ابويا. يا واطي يا بتاع الحوالي، راسي وتكلمي على قدك، ولما تكوني بتكلمي جوزك تكلميه باحترام. فاهمه ولا مش فاهمه؟ أنا مش هقرص عليك دلوقتي عشان عارف إن القرش بيحرق صاحبه، لكن قسما بالله قلة أدب زيادة هوريكي بتاع الحواري ده بيعمل إيه. يا بتاعة اللوكندات. زبالة. يا موحة بنتي، يا موحة. أنا مش طلبت منك كوباية شاي يا بنت؟ ما عملتهالهايش ليه؟ مالك يا موحة؟ مالك يا حبيبتي قاعدة مكبية على روحك ليه؟ في حاجة مزعلاكي؟ نفسي يا ام، زعلانة من نفسي. نفسك؟ وإيه اللي مزعلك من نفسك يا حبيبة أمك؟ انت
تفتكري هما ممكن الرايق يكون شايف له شوفه تانية؟ اه ممكن يكون شايف له شوفه تانية. الله، هو مش راجل ولازم يعض. طب اسكتي يا امي اسكتي، بدل ما تضحكي عليا بكلمتين وانت شايفاني متضايقه كده. هضحك عليكي ده يا بنت؟ هو انت غريبه عني عشان اولس عليكي في الكلام والف وادور؟ لا انا اخبطها لك في وشك كده اهو مره واحده. هني الحاجات دي بتستخبى. طب اسمعي بقى اما اقول، انت عارفه ابوكي كان عليه كل عطه وعطه؟ يا خرابي يا خرابي يا خرابي عليه، كل عطه تضرب العطه اللي قبلها واللي قبل قبلها بالصرمه القديم. اي والله كان ايه بقى؟ نسوان اشي اشي اللي برنسيسه يا اختي وبنت ناس وهانم، واللي بنت عالمة يا اختي جديده على الكار، واللي كان يرافقها على جوزها يا اختي يهو 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 ما اقولكيش. كان عطيت عطيت درجه اولى والله بامتياز، ولسه لحد دلوقتي عطيت. ربنا يشفيك يا ماما. وانت عايزاني ابقى زيك بقى؟ ها وماله زيي يا اختي؟ يا بنت يا هبله، الست الجدعه الشاطره الواعيه اللي تفهم سيفولوجية الراجل. ايوه هقول لك انا سيفولوجية الراجل، اللي هي نفسنيته من جوه. الراجل يا بنت ما يحبش التكتيفه، يتخنق زي ذكر البط. سيبيه سيبيه يقعد ويلف البلد كلها ويلف على نسوان البلد كلها، وفي الاخر هيرجع لك انت بقى الرك عليك. اه تفهميه ان الدوفر اللي اتنطر من رجليكي برقبة أي مرة من المرارات اللي هم اللي بيعدوا عليهم. أي والله يا سلام. يا بيت يا بيت، بعد كده هو هيقعد كده ويكن جارك ويبقى زي الفل، وفجأة تلاقي زهق منك ومن أدبك ومن أخلاقك يعض تاني. يا أختي اضحكي يا أختي اضحكي، يا حلوة أمك يا حلوة أمك. هبعدك يا بيت ما تسيبيه يعض يا بيت. لا يا أختي هيرجع لك تاني والله. يا حبيبتي انت خايفه عليه؟ لا يا عم ابوكي كان عطيت. عرفنا يا عم النبي عطيت. يعني ايه كان متجوز قبليك بكام يوم؟ امال اتجوزك ليه؟ انا من الاول ما كنتش مطمن الجوازه دي. انت كده بتعيني غلطه سعيد تاني، وده كله عشان ايه؟ عشان ما تسمعيش غير نفسك. قرف. خلاص يا حبيبي خلاص. وبعدين يعني اللي بيشير قربه مخرومه بتنق حاجه تحرق الدم. والنبي لا تهدي نفسك يا اخوي. وبعدين يعني انت كنت عايزه تعمل ايه؟ ما هي بنتك زي القمر، وكل يوم عن يوم سنها بيكبر، وكان لازم تتجوز اي حد بدل ما تقع في الغلط. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني خلاص كلمه الحق بقت بتشرخ في الزور. اسكتي يا جيجي، انا مش قادره اسمع منك كلمه. ماشي يا غاليه ماشي، هعديها لك بس المره دي عشان خاطر اللي انت فيه. شايف بنتك يا شيمي بتكلمني ازاي؟ معلش يا جيجي، هو في اي داهيه دلوقتي؟ اكيد زمانه في البازار. على اساس ايه بقى؟ انه بازار اهله من هنا وراح ما عتبش البازار ده خالص، انت فاهمه ولا لا؟ انا نفسي افهم متعاد على ايه دلوقتي؟ عشان يا بابي انا كتبت له البازار باسمه. يا نهار اسود، عملت ايه؟ كتبت البازار باسمه. ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ازاي؟ ديبو ديبو مالك مساهم كده ليه؟ مفيش عليا انا برضو، ده انا شيمو. ما عشان انت شيمو بقولك مفيش. طبعا عندي ليك خبر حلو. قولي. احمد عايز يجي قبلك. لا مرحب بيه في اي وقت. بجد؟ اخليه يجي اخر الاسبوع؟ لا عايز يجي بكره، انا ما عنديش مانع. لا بكره ما ينفعش، قريب قوي. عايز اوضب الشقه كده واقلبها واديها مسحه حلوه. حاضر اخليه يجي اخر الاسبوع. عايزه اطلب منك طلب تاني كمان. قول يا حبيبتي. مش عايزاك تشد علي في موضوع الشقه والشبكه والمهر والحاجات دي كلها، وعايزاك انت تتكلم مش امي. حاضر يا شيماء، هعمل لك اللي انت عايزاه، طمني. ربنا يخليك لي يا رب. حس كده بقى هخش اعمل لك كوبايه شاي تعدل لك مزاجك. روق. ازيك يا ريان؟ تمام الحمد لله.
عجبك البيت؟ مفيش احلى من كده. والموسيقى عجباك ولا غيرها؟ لا حلوه قوي. بتحب الموسيقى يا رايق؟ هو في حد ما بيحبش المزيكا؟ بتحب ايه كمان؟ بحب حاجات كتير قوي. زي مراتك مثلا؟ زي مراتي مثلا. قلت لي في التليفون ان جنرال ندل مع صاحبك دي. ندل معاه جامد، بوظ له كل اللي كان مخطط له، وخلى البنت تعرف عنه اصله وفصله. وهو عمل ايه؟ والله انا قلت له روح يتكلم معاها، يعني يمكن تسمعه. ممكن. المهم انها تقبله بعد كده. والله هو يعمل اللي عليه، محدش مغسل وضمن الجنه. بس انا سمعتك وقبلتك. ايوه بس ما اللي بينهم غير اللي بينا، احنا ابتدينا شغل ومصلحه. وصلنا لإيه في الآخر؟ حكيت لك وحكيت لي وقربنا أكتر من بعض. تفتكري؟ مش فاهمة. أنا فاهمك. دلوقتي أنت حكيتي لي عن الجنرال، وقمت أنا أحكي لك عن حكايتي مع الجنرال، بعدين حكيت لك عن البيت ومراتي، قمت أنت حكيتي لي حاجة جديدة خالص. أنا حاسس إن إحنا بنحكي لبعض عشان خايفين من بعض، مش عشان عايزين نحكي. طول الوقت كل واحد فينا عايز يطمن التاني ويديله الأمان، بس في الآخر محدش بيطمن. لو أنت شايف كده أنت حر، بس اتأكد إن أنا مطمنة لك من قبل ما تحكي لي. مش هسيبك النهاردة غير وأنت مطمن. واثقة من نفسي مش كده؟ والله هنشوف.